السلام عليكم. تقسيم الصحراء، تقسيم الصحراء المغربية بين المغرب ومرتزقة البوليزاريو. أظن أنكم سمعتوا هذا الكلام. أنا ما عنديش يعني ما عنديش دليل على أن هذا الشيء كاين ولا ما كاينش، ولكن أنا ناقش فكرة التقسيم بحد ذاتها، تقسيم الصحراء بين المغرب والمرتزقة. لأن سواء كان هذا الكلام، أن هناك من يقول على أن المبعوث الشخصي للأمين العام سيقترح زيادة على مقترح الحكم الذاتي اقتراح تقسيم الصحراء بين المغرب ومرتزقة البوليزاريو. هذا الموضوع ديال التقسيم ليس جديدا، وراه يعود إلى نهاية السبعينات. كما كتعرفوا بأن الساقية الحمراء والذهب اللي كيشكلوا ما كان يسمى في الصحراء في اسبانيا، في مدريد إدارة انقلاب على الرئيس الراحل المرتزقة يدخلوا لهذه المنطقة. هذا هو اللي كان المخطط اللي سمعت أنا، وهذا ما عنديش مصدر صحيح، على أن الجزائر ديال بوخروبة كانوا موافقين، ولكن في واحد اللحظة انقلبوا وبوخروبة رفض فكرة التقسيم بهذا الطريق. السبب بالنسبه لي انا، السبب هو انكم اذا رجعتوا للحدود الجغرافيه غتلقاو بان لاكسي او لا كونيكسيون او التواصل والاتصال بين الجزائر والصحراء المغربيه هو كاين غير في منطقه ديال الساقيه الحمراء. كاين واحد 30 كيلومتر في المنطقه ديال المحبس هي اللي كتدخل للساقيه الحمراء. الساقيه الحمراء اللي كان دائما حتى في اتفاقية مدريد كان يحكمها المغرب، ولكن باقي الأراضي كلها وخاصة والذهب كلها يعني كونيكتي أو مفتوحة على الحدود الموريتانية. أظن هذا هو السبب اللي خلى بوخروبة يتراجع في آخر لحظة، لأنه لو أنه خداو مثلا الساقية الحمراء، خداو عفوا والذهب، غادي يبقاو بينهم وبين موريتانيا، ولن تجد الجزائر أي ممر بري نحو هذه المنطقة. المهم هذا رأيي. اقول ان المساله ديال التقسيم ماشي جديده، راه تقال في 2002 ايضا، قالها بوتفليقه، قالها ايضا المبعوث الاممي في ذاك الوقت، لا اتذكر الاسم، المبعوث الشخصي للامين العام اقترح عليه تقسيم الصحراء. في ذاك الوقت كانوا كيضحكوا المغاربه واش نقسموها طول ولا عرض ولا جنب ولا. انا ما عنديش معلومات. المهم المغرب رفض رفضا يعني غير قابل للنقاش فكرة التقسيم، لأن هذه بلادنا وما غنقسموهاش مع أي أحد. قلت على أنه مسألة ديال أن دي ميستورا قال بأن هناك اقتراح مقترح ديال التقسيم، أنا لا أستبعده، لا أستبعده لعدة أسباب، وأهمها أن الجزائر الآن في وضع لا تحسد عليه. وهي في نظري أنا الجزائر من ناحية السياسية والجيوسياسية ستقبل، يعني ما كرهتش التقسيم، ولو غادي ديك الأراضي اللي ما بعد الحزام الأمني أو بعد الجدار اللي ما كتجاوز بين 25% من جغرافية الصحراء المغربية أو أقل من ذلك. علاش؟ لأن الجزائر عارفة بأن الملف غادي للحل، الحل النهائي، وراكم شفتوا كيفاش تتصارع الاحداث، وكلكم سمعتوا الخطاب الملكي الذي تحدث بلغه تتبين بان الامور غادي في اتجاه الحل لصالح المغرب، وغالبا مقترح الحكم الذاتي الذي يجد قبولا عند مجموعه من الدول، سواء الدول المؤثره في المنتظم الدولي وحتى الدول التي تؤيد مغربية الصحراء. إذا الجزائر
أكيد تتمنى أن يكون هناك تقسيم للصحراء. لماذا؟ باش تخرج بأقل خسائر، أقل خسائر، لأن من بعد 50 سنة وهذوك الناس اللي كاينين في المخيمات يعرفون أنهم أغلبيتهم الساحقة، خاصة المغاربة اللي جاء بهم من الصحراء المغربية، أن أغلبيتهم الساحقة جاء بهم قصرا، هذو تم ترحيلهم وتهريبهم من خاصة فترة السبعينات قبل ما يدار الحزام الأمني، كانوا كيتخطفوا فيهم كيتخطفوا من جميع مناطق الصحراء المغربية ويتم ترحيلهم إلى المخيمات. هاد الناس وخاصة الأجيال اللي تولدات في المخيمات والتي كانت تنتظر لسنوات طويلة أنهم سيتحررون وغادي يجيو للصحراء المغربية وغيجريو على المغاربة وياخذوا لهم ديورهم ومحلاتهم وفيلاتهم ومساكنهم، كانوا كيحلموا. وأكثر من هذا كاين الفئة الثانية التي جاء بها من النيجر، من مالي، من بوركينا فاسو، من تشاد، وقيل وتمت يعني سيرتو اللي تزادوا تولدوا تما وكبروا وكانوا يحلمون بأنهم سيدخلون الصحراء المغربية ليعيشون يعني بعد طرد المغاربة من الصحراء. هذا المشكل هذا يؤرق، أنا متأكد 100% أنه يؤرق الجزائر، لأن كل الأمور ربما يلقاو لها حل إلا هذوك ما قالش 80,000، ما في مش قال حتى 10,000 اللي أصلا من الصحراء المغربية. هذوك الناس اللي تجمعوا تما لمدة 50 سنة واللي تولدوا تما ومسلحين وكتقول لهم بأن راكم غدا غتمشيو ديروا بلادكم، هادو هما الخطر على الجزائر. والجزائر ولا أحيلكم على الخطاب ديال تبو حينما قال لهم إذا بغيتو تكونوا مغاربة كونوا مغاربة، بغيتو تكونوا موريتانيين كونوا موريتانيين، وما ذكرش دولة العجاج والقياطن، وما تكونوش جزائريين. يعني التخوف اللي عند الجزائر دابا هو هذاك اللي قالوا ديك النكتة ديال شي واحد قال لك تزوج شي مرأة شيبانية عندها البقر على أساس أنها تموت ويورت هو البقر، ساعة مات ليها البقر وعاشت هي، وملي كيسولوا شكون هذه تيقولوا هذه اللي ولدت من البقر. دابا الجزائر الشيء اللي ورثت من قضية الصحراء ديال 50 سنة هما دوك الناس دوك المرتزقة اللي تما، حينما أنا تحدثت على المرتزقة سواء اللي جاو من المغرب أو اللي جاو من مناطق أخرى، لأنهم عاشوا بمنطق الارتزاق، هاد الناس عندهم سلاح وعاشوا من نيتهم على أنهم غادي يردوا الدولة. والمغرب وسمعتوا شحال من تصريح ديال وزير الخارجية على أننا ما عندنا ما نديرو بهم، حنا ميمكنش نتحملوا مشاكل ديال الجزائر، انت اللي جبتيهم انت راه تحمل المسؤوليه ديالهم. في اقصى الحدود المغرب غياخذ المغاربه الذين ينحدرون من مناطق النزاع من الساق الحمراء والذهب. اذا فكره التقسيم قلت لكم انا ما عنديش معلومات هل المبعوث الشخصي للامين العام يطرح فكره التقسيم او لا، ولكن بهذه المعطيات انا اقول ان كاينه فكره التقسيم، لان الجزائر واخا تقول لهم عطيهم غير شي شبر يجلسوا فيه، غير تخرجهم من الحدود اللي كتعتبرها ديالها ما تايرا الصحراء الشرقيه التندوف ديالنا. وانا متاكد ان هذه هي اللي غيدير فيها المغرب، هذه هي النقطه وهذه هي الدماله اللي غيورك عليها المغرب، هذه هي النقطه التي سيحرج بها المغرب الجزائر ولن يقبلها. المهم فكره التقسيم هذه ما كايناش، الانكى والامر هو انه ما يقبلش، لن يقبل باستقبال هؤلاء. أظن أن الجزائر ستبحث عن مخرج يعني تخرج بأقل خسائر، هو أنها تقول لهم المغرب ما غياخذهمش. فكرة التقسيم يعني بغات تطلع مستوى المطلب، يعني التقسيم ما يرفض ما وجهش التقسيم، خذ هاد الناس المغرب ما غياخذهمش وما عندنا ما نديرو بهم، خاصة اللي ما عندهم حتى علاقة بالصحراء المغربية اللي ولد شي واحد يتكلف به. مرة أخرى أنا أقول على أن فكرة التقسيم تراود النظام الجزائري ويتمنى ويحلم بها حفظا لماء الوجه، أولا مع الشعب الجزائري اللي تيكذب عليه هذه 50 سنة حنا لهم الدولة واخا يعطيهم غير واحد 10 قطارات، ومع هذوك اللي جمعتيهم هذه السنوات 50 سنة وسلحتيهم وتولدوا وتكبروا تما عاشوا 50 سنة في الصهد وفي البرد وفي الجوع، وغدا تقول لي سلم فيه الموت على سلامتك ما غيقبلهاش. سلام عليكم.